السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكومينيك تي في لتعلم اللغات الحية، خصوصا اللغة الألمانية، خاصة بالنسبة للراغبين الذهاب إلى ألمانيا وكذلك الراغبين بالتحدث والتواصل مع الألمان وكذلك الناطقين باللغة الألمانية عبر جميع أنحاء العالم. مرحبا بكم، سوف أقدم لكم بعض الأنشطة خاصة بالمبتدئين. هيا بنا نتعلم اللغة الألمانية بكل جدية وبكل ذكاء. هيا بنا، سوف أقترح عليكم 3 أنشطة خاصة بالنسبة للمبتدئين. هيا نتعرف على هذه الأنشطة. بالنسبة للنشاط الأول، يجب ملء هذا الجدول. إيغو غراماتيك، إيغو غراماتيك، إيغ كيسن زي، إيغ كيسن زي، سوف ملء الفراغات. هنا عندنا أفعال كم تعين، زاين، هايسن، كومن، فونن. زاين، هايسن، كومن، فونن. زاين سي لو فيرب اتر، معناها الفعل ديال الكونية. هايسن معناها يسمى او يدعى، اسمي، اسمك. هايسن. كومن معناها اتيان او الاصل ديال الشخص، من أين أتى. فونن يقطن أو يسكن. ألو هي ici دي برونون بيرسونيل، معناها ضمائر شخصية. زي هي زي زي. هناك تنوع بالنسبة لزي بالنسبة للمؤنث، كوم ليكزومبل دو زابين، زابين. زي تتعوض اسم مؤنث مفرد. زابين، زي دائما تبدا بمينيسكول. هي بالنسبه للمذكر مفرد كوم امر. زي بالنسبه للجمع. لاحظوا الفرق ما بين زي خاص بالمؤنث وزي خاص بالجمع كوم جواو اونت ليتسيا. زي ماجيسكول معنى فو دو بوليتيس، انت او انتي، ولكن بشكل تقدير، بشكل احترام. alors suivez avec moi. سوف نحاول تصريف هاد الافعال في الجدول. زاين، زي ايست، ايغ، ايغ ايست، ايغ ايست. زي زينت، زي زينت، زي زينت، زي زينت. إذن هنا ما كاينش اختلاف. لاحظوا معايا بالنسبه للتصريف ديال لو فيرب زاين في المؤنث، تنقولوا زي ايست، زابين ايست. بالنسبه للمذكر مفرد مذكر، ار امغ ايست، ار ايست. بالنسبه للجمع سواء المذكر سواء المؤنث كم جواو اون ليسيا، زي زينت، زي زينت، زي زينت. بالنسبة لفو دو بوليتيس، رتبوا معايا. زي ايست، زي ايست، ايغ ايست، ايغ ايست. زي زينت، زي زينت، زي زينت. C'est bien. Maintenant, le verbe heißen. Heißen, معناها s'appeler. يسمى. مثلا, sie heißt. Bon, انا نحاول نكتبه بحال الشكل هذا. نلاحظوا معايا. Sie heißt. ولكن واحد إضافة ديال لي تيرمينيزون. Avec T à la fin. The heist. The heist. Er heist. C'est la même chose. On a l'air de moi.
C'est la même chose. He heiß. Sie hissen. Sie hissen. Voilà, ça se termine. La terminaison en. Sie hissen. C'est la même chose, sie hissen. Bon, à droite, ça arrive de le verbe heißen, en allemand. Sie heißt, Sabine, ihr heißt, Imre, sie heißen, Joao und Lucia, sie heißen. Voilà, vous appelez, sie heißen. Alors, on parle d'abord le verbe kommen. Dans le commun, mais tout est chez lui. Kommt. Sie kommt. Er kommt. Er kommt. Sie kommen. Sie kommen aus Berlin. Elle est in Berlin. Sie kommen aus Paris. Elle est in Paris. In Paris. Le message de Stam le dit. Alors, sie kommt. Er kommt. Sie kommen. Sie kommen. Maintenant, venant, c'est la même chose que kommen. On dit sie wohnt. Sie wohnt. Er wohnt. Sie wohnen. Sie wohnen. إذن حاولنا دابا تعرفنا على الأفعال المهمة جدا باللغة الألمانية من حيث التواصل بالنسبة خاصة بالمبتدئين. عندنا الفعل صعيم، فعل هايسن، فعل كومن، والفعل wohnen. بيان سور هاد الأفعال تتصرفوا على حسب الضمائر. إذن في اللغة باللغة الألمانية كاين عدة ضمائر خاص ننتبهوا لها. مثلا زي المينيسكول تدل على المؤنث كوم ليكزومبل دو زابين. اي بالنسبة للمذكر تدل على المذكر مفرد. اي حاولوا ما تنطقوش اير. اي وزي ماجيسكول تدل على الاحترام لو فو دو بوليتيس بحال اللغه الفرنسيه فو دو بوليتيس. كومون فو ابلي فو مسيو كومون فو ابلي فو مدام بالنسبه للاحترام دائما افيك ماجيسكول. الوغ التصريف ديال الزاين كما تتشوفوا كما تلاحظوا ايها التلاميذ الاعزاء اللي باغين يتعلموا اللغه الالمانيه بشكل جيد كما تلاحظوا زي ايست Er ist, sie sind, T à la fin, sie sind, D, ça sera T à la fin, sie sind. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, la même chose pour le verbe heißen. Heißen, عنده نفس الدور ديال ist, بالنسبة للتقديم.
Sie ist Sabine, sie heißt Sabine, c'est la même chose. Alors, sie heißt, ihr heißt, sie heißen. Sie heißen. Avec le double S, ça sera Zeta. Elle est Zeta. S, le P majuscule, le rafalassé, ou le kin, il y a, mais elle est la double S. Alors, comment Zi compte. Trois mesures, la chale comme Zi compte. R compte. Zi commun. Zi commun. Zi vont. R vont. Zi volun. Zi volun. بعد إنجاز النشاط الأول سوف أقترح لكم النشاط الثاني هذا النشاط الموالي إيه جيسنزي خاص بالمفردات باللغة الألمانية هيا نتعرف على هذه المفردات بشكل جيد لكي نكتسب الفوكابولير كما نقوله باللغة الفرنسية الفوكابولير المفردات لكي تسمح لنا تواصل مع الألمان ومع الناطقين باللغة الألمانية بكل سهولة فولن vo venen عندها علاقة مع vo venen من السكن vo معنى أين يسكن أين venen vo kommen woher من أين أتى من أين أتى kommen kommen venen hoppe hoppe name auto 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 mécanica beruf بيروف مهنة بيروف معنى مهنة بيروف أوتو ميكانيكا معنى بيروف مهنة إيه يونغ إيه أين يونغ معنى شاب بس شاب جن فام مثلا أين ميتشن ميتشن München München ein München تدل على جون فام او جون في خصوص Schüler lernen Schüler معنى تلميذ طفل تلميذ lernen بالنسبة للstudent studieren studieren studiert studieren Rayadros Hamburg Wohnort Hamburg wohnort meine Medina Österreich Land Dola Land PSA avec L majuscule Land Sie maintenant Frau Ruder Madame Ruder Sie Frau Ruder Frau Ruder ça veut dire Madame Ruder Er Herr Ruder Herr Rodeur. Klavier spielen. Klavier spielen. Postkarte schreiben. Schreiben. Kitaba. Schreiben. Klavier spielen. Postkarte schreiben. Kitaba. Schreiben. Wollen in kommen aus. Kommen aus. Wollen in kommen aus. Wollen in. Meine jetzt kommen wie kommen aus. Meine jetzt min. من أوس من من اللي بريبوزيسون خاصكم تردو بالكم ما مزيان إذا خاصك تحفظوها باغ كور فولن إن يسكنوا في كومن أوس
أتى من أصل ديالو من أي مدينة؟ إنجنيور بيروف كوم ليكزومبل إيسي. تنس هوبي هواية هوبي بحال الإنجليزي لا ميم شوز هوبي. دغايسيك ودغايسيش من أحسن تستعملو دغايسيش. ممكن بعض الألمان تستعملو إيك دغايسيك وفي اللغة الرسمية دغايسيش دغايسيش دغايسيش. ياغو مان فراو بالنسبة لفنف ياغو كيندر معنى طفل كيندر كيندر معنى طفل كيندر داس كيندر داس كيندر سي توجور نوتر. غيسبريش 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 هورن معنى خطاب خاص نسمعو لا بارول. غيسبريش هورن بوس كارت ليزن معنى قراءة. لازم ما اللي خليكم هاد المفردات حاولوا نضبطوهم مزيان. فونن عندها علاقة مع فو أين يسكن. فونن فو كومن فوهر 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 من أين فوهر كومن. إذا كومن هاد لو فيرب كومن عنده علاقة مع فوهر تساؤل فوهر من أين. دو باللغة الفرنسية تستعملو دو 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 فيانتي. هوب هوب نعم اوتوميكانيكا بيروف. ايا يونغ بالنسبة لزي خاصة بالإناث. ميتشن ميتشن اين ميتشن اين في. شولا ليرنن شولا معنى تلميذ. شولا ليرنن ستودنت 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 ستوديان إذن ستودنت معنى طالب ستوديان معنى دراس يدرس. هامبورغ فونورت مدينة هامبورغ فونورت. أوسترايش ليند معنى به دولة ليند. زي بسم المؤنث نستعملو فخاو غودر. بسم الإير مذكر نستعملو السيد هير غودر. كلافير معنى اللعب على البيانو كلافير سبيلن. بوسكارت شرايبن كتابة. فونن بوسكارتو هي لاكارت بوستال. فونن إن فونن إن كومن أوس كومن أوس. إنجينيور معنى بيروف. تينيس هوبي. دغايسيك ودغايسيش ياغو مان أو ودا فراو. فنف ياغو فنف ياغو معنى كيندر كيندر معنى طفل كيندر. Gespräch, خطاب, la parole. Gespräch, hören. Hören. Hören, meine Stimme. Hören. Postkarte, lesen. قراءة, lesen. إذن سوف أقدم لكم في آخر هذه الجلسة النشاط الموالي. Welche Antwort passt? Welche Antwort passt? من اختر الجواب صح. بين هاد ثلاثة الاقتراحات. هايست اير ماتر هايست اير ماتر هايست اير ماتر ناين ماتر ناين اير هايست باوما يا اير هايست باوما. إذن في هاد الاقتراح التالي إذن هايست اير ماتر معنى هل يسمى هل يدعى أنه ماتر ناين ماتر نو يا إيه هاست باوما نو ناين إيه هاست باوما. الجواب صحيح هو تيني هو الجواب صحيح هذا هو الجواب صحيح. ناين إيه هاست باوما نو إنه لا 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 يسمى ما سميتوش مثلا ماتر ولكن سميتو باوما. فو فولنزي فو فولنزي اين تقطن انت فو فولنزي. في الحال المخاطب تسمع زي فونت ان ليبسيك نو زي فونت ان لايبسيك نو ايش فولو ان لايبسيك. هذا هو الجواب صحيح.
Ich wohne in Leipzig. Leipzig. Ich wohne in Leipzig. إذن الاقتراح موالي، في هيسن زي، كومون سابيل تيل؟ في هيسن زي، زي هايست كاتيا هاينمان، يا زي هايسن كاتيا أونت كلاوس، زي هايسن كاتيا أونت كلاوس، نو، جواب صح هو أ، هذا هو الجواب صح، زي هايست كاتيا هاينمان، زي هايست Katja Heinemann. Wie heißen Sie? Comment vous appelez-vous? Wie heißen Sie? Ich heiße Roder. Sie heißen Roder. Sie heißt Roder. Denn wie heißen Sie? Comment vous appelez-vous? Ich heiße Roder. كنوع من المراجعة تبع معي فيرجو اند فورس باست هايست اير ماتا هايست اير ماتا من هل هل كومو سيدي سابيل تيل ماتا ناين اي هايست باوما لا ما تتسماش ماتا تتسمى باوما من يسمى باوما او اسمه باوما فو فوننزي اين تقطن اين تسكن فو فوننزي Ich wohne in Leipzig. Ich wohne in Leipzig. سؤال موجه ليا في الحالة. Ich wohne in Leipzig. هاد زي ماجوسكول. في هايسن زي مينيسكول. في هايسن زي كومون سابيل تيل. زي هايست كاتيا هاينمان. في هايسن زي اس ماجوسكول مقصود به انا. Ich heiße Roda. إيش هايس غدا ننتقلوا للجانب الثاني فو فونت زي فو فونت زي زي است هاوس فراو نو إيش فونو إن شتوتغارت فو فونت زي زي است هاوس فراو عند الشيء هذا نو زي فونت إن دورتموند زي فونت إن دورتموند ماشي إيش فونو إن شتوتغارت نو Sie wohnt in den Tesken Takton für Medinet Dortmund. Sie wohnt in Dortmund. On dit pas sie ist Frau, sie ist Hausfrau oder ich wohne in Stuttgart. Non, sie wohnt in Dortmund. Dortmund. Wer sind Sie? Man kennt vous. فالحالة استعمل ايش بين لاند فيرت مش ايت بين اوز دير شوايس او ماي نامو اس ماتا فيرزين زي فالحالة ايش بين لاند فيرت سبا لاند فيرت نو سبا لاند فيرت نو 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 ماي نامو الافضل من الافضل استعمل ماي نامو حيت لاند فورس ما هي الفلاح My name is Mata. Mein Name ist Mata. Ist das Frau Sauer? Ja, das ist er. Ja, das sind sie. Ja, das ist sie. Ja, das ist sie. Ja, das ist sie. Ja, das ist sie. Meine Empfehlen hier. Ist das Frau Madame Sauer? Ja, das ist sie. Ja, das ist sie. Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Quel est votre nom? Ich heiße Farahani. Ich bin Stuttgart. Student. Bien sûr, ich bin. Ich heiße Farahani. In den Al-Umum, je vois ça, hier, Kateri. Heißt Ihr Mata? Nein. Er heißt Baume. Nein. Er heißt Baume. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Leipzig. Wie heißen Sie? Sie heißt Katja Heinemann. Wie heißen Sie? Ich heiße Roder.
Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Sie wohnt in Dortmund. Sie wohnt in Dortmund. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Mein Name ist Mata. Mein Name ist Mata. Ist das Frau Sauer? Ist das Frau Sauer? Ja, das ist sie. Ja, das ist sie. Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Ich heiße Farhani. Ich heiße Farhani. إذن على العموم نكسب بهذا القدر في هذه الحصة هذه. نشكر نشكركم على ثقتكم في قناة جوكومينيك تي في للتواصل في جميع لغات العالم خاصة اللغة الألمانية واللغة الفرنسية، وقريبا سوف نقترح عليكم لغة أجنبية إسبانية، اللغة الإسبانية قريبا إن شاء الله على قناة جوكومينيك تي في لكي أتعلم اللغة العالم، لغة الحية المتداولة في العالم بأسره. إذن نكتب هذا القدر. كان معكم يزدان من خلال الشاشة المتميزة جوكومينيك تي في. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله من تعلم اللغة الألمانية للمبتدئين الراغبين الذهاب إلى ألمانيا، وكذلك الراغبين بالتواصل مع الألمان والناطقين باللغة الألمانية عبر العالم.